انظر، ها هو سبيدريك، إنه يتجه إلى هذا الجبل. هذا ليس جبلاً، إنه بركان. بركان. من الأفضل أن نستعيد المفتاح قبل أن يصل إلى الأعلى. إيجي، أعطني بعض السرعة. ووهو! أهلاً يا سبيدريك. لقد عدت. هذا لا يمكن أن يحدث. جئنا من أجل المفتاح يا سبيدريك. أوه فعلاً؟ لن تحصلوا عليه أبداً لأنني أسرع منكما جداً، أتتذكران؟ ربما هزمتني مرة، لكنك لن تهزمني هذه المرة لأنني الآن هوائي القوة. يا سبيدريك، حان وقت تسليم المفتاح. ربما تكون أسرع مني، لكني لن أعطيك المفتاح أبداً. لقد رمى المفتاح وهو متجه إلى الحمم. هناك طريقة واحدة للإمساك به، نحن نحتاج السرعة القصوى. لتعطوني السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. لقد أمسكته. ماذا؟ بليز ورفاقه خلفي؟ هؤلاء المتسابقون لن يستسلموا. علي فعل شيء، علي الغش، علي قطع هذا الجسر. بليز انتبه. هذا سيء، هذا سيء جدا. لا يمكنكم هزيمتي، أنا هنا عند خط النهاية وأنتم عالقون بالأسفل هناك. أكره قولها ولكن كراشر محق، الطريقة الوحيدة لفعلها هي القفز لها. ولكن لم يقفز وحش سباق تلك القفزة من قبل. يبدو أننا لن نصل لقمة العالم بعد كل هذا. لحظة واحدة يا رفاق، لا يمكننا الاستسلام الآن، نحن وحوش سباق ووحوش السباق لا تستسلم أبدا. إذن ماذا نفعل يا بليز؟ سوف نمضي بالطريق، ولدي فكرة لهذا. لو استعملنا السرعة الخارقة يمكننا جميعاً العبور معاً. هذا مذهل. أجل. الآن هيا، عليكم إعطائي أكثر سرعة خارقة حصلت عليها من قبل، تكفيني وتكفي رفاقي. لإعطاء السرعة الخارقة قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. فعلناها، فزنا بالسباق.
سلوب المقدمة، بليز، ستارلا والسيبي خلفهما تماما. خلفنا تماما. أوه هيا يا سلوب، حان وقت فعل ما نفعله، الغش. أوه انتبهوا. أوه لا، لقد أسقط الجسر. إلى اللقاء. إنهم غشاشون. لا يمكننا القفز، لكن ربما يمكننا التأرجح لهناك بالبندول. بندول خاص قادم فورا. ساعدونا في أرجحة البندول. قولوا بندول. بندول. سيبي ليس سريعاً، سيكون شكله مريعاً. أحسنتم جميعاً. سيداتي سادات السيارات، أبطال سباق بيجي 500، ستارلا، بليز، إي جي، وأكثر متسابق وردي مدهش، سيبي. زيبي زيبي. نعم، أنا شاحنة إطفاء عملاقة. رائع، أنت شاحنة إطفاء حقيقية يا بليز. هيا حان وقت إطفاء الحريق. اسمعوا جميعا، يبدو أنها شاحنة إطفاء كبيرة. إنه بليز. مؤكد يوجد شيء ما. هيا يا بليز. هيا يا بليز. ماذا؟ هل هذا بليز؟ شاحنة إطفاء ستمر. بليز هو الفائز. وأهو شاحنة إطفاء؟ ها هو الحريق. بسرعة افتح الخرطوم أقصى قوة. انطفأت النار. أنت يا بليز، كان هذا رائعاً. ياها، لقد أطفأ الحريق. فاز بالسباق. لقد هزمني. أوه واو، كان هذا مذهلاً. أنت بطل حقيقي يا بليز. شكراً يا بيكل، كنت رائعاً أيضاً. فعلت ما يفترض أن تفعله. عندما ترى حريقاً تطلب المساعدة. حسناً، تعرف، فقط أبذل جهدي. لحظة يا بليز، يبدو أن أحداً آخر يطلبنا. إنه رجل الإطفاء. هيا سيدي، ماذا يحدث؟ بليز، إيجي، يسعدني رؤيتكما. لدينا حالة طارئة كبيرة. حالة طارئة؟ هناك حريق عند الجسر القديم بجوار مدينة أكسل، ونحتاج المساعدة. لك هذا يا سيدي، سنذهب في أسرع وقت. أسرع يا بليز، انتهى.
بعض الغش سيبطئ هؤلاء المتسابقين. احترسوا! لا! اصطدمت كل الشاحنات ببعضها الآن! لكن انتظروا! ما زالت هناك سيارة لم تنقلب بعد! إنه بليز! كراشر اقترب من خط النهاية! نستطيع أن نهزمه! فلنستخدم السرعة الخارقة ونتحرك بسرعة أكثر من أي وقت! لأتحرك بسرعة خارقة، قولوا هيا يا بليز! هيا يا بليز! ماذا؟ والفائز هو بليز! فزنا يا إيجي! لقد فزنا حقاً! أنا فخور بك يا بليز! لقد كنت رائعاً! الكنز مدفون هنا تماماً! هيا نخرجه! أعرف! هيا نستخدم السرعة القصوى للحفر وإخراج الكنز بسرعة! لتجعلوني أحفر بسرعة كبيرة، قولوا هيا يا بليز! هيا يا بليز! انظروا! إنه الكنز! وجدناه! رائع! حصلنا عليه! هيا نفتحه لنرى ما بداخله! حسناً! هيا بنا! لا! تحول إلى مضمار سباق كبير! ياه! مدهش! كنز يمكنك القيادة فيه؟ هيا اضربني! إنه مضمار الكنز! هيا يا طاقمي لنقم بجولة! ياه! هيا ننطلق! خذوا أماكنكم! استعداد؟ هيا! رائع! حسني بشدة! سياراتي وشاحناتي، حان الوقت لنبدأ السباق. أيها المتسابقون، هل أنتم جاهزون؟ أنا جاهز وأنا الوحيد هنا. في أماكنكم، استعدوا. مهلاً لحظة واحدة. لا، لا تنتظر. هل يمكن؟ لا أتمنى. إنهما بليز وإيجي وماكس وجابي، لقد عادوا! مرحبا يا كراشر، أخبرتك أننا سوف نعود. لا 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 لا، المتسابقون في أماكنكم، استعدوا، انطلاق! خلفي، يجب أن أفعل شيئاً لأوقفهما. يجب أن أغش. انظروا، أغلق كراشر طريق السباق كله. حسناً، هذا لن يوقفنا. إيجي، جابي، أعطونا بعض السرعة. ماذا؟ Yeah!
انتصار صادم. لقد شحنوا الجمهور حقا بالطاقة. هناك العلبة الذهبية. لكن كراشر سيصل إليها. الهدية الذهبية سوف تكون لي. هذا سيء. لن ندع كراشر يصل إليها قبلنا. إذا حان الوقت للسرعة القصوى. لتفعيل سرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. لا أحد يمكنه الوصول إلى الهدية الذهبية قبلي الآن. ماذا؟ فزنا بالسباق. هذا أمر رائع. انظروا، شيء ما يحدث للعبة الذهبية. أوه، إنها تنفتح. الآن سنعرف أخيراً ما بداخلها. العلبة الذهبية بها هدية لي أنا ولنا أيضا. هذا رائع. العلبة الذهبية بها هدية خاصة لكل منا. حسنا، هيا بنا لنفتحها. واو، إنها عصا القفز، ما كنت أريده تماما. وصاروخ لعبة، ما كنت أريده. حبل جديد لي ومنصة قفز. يوهو، جميلة. ديناصور لعبة. لوح تزلج. وفيل دمية. جيتار كهربائي. واو، العلبة الذهبية بها الهدية المناسبة لكل منا. أهلاً، شاهد هذا، المسار يغير الألوان كقوس قزح. وانظروا للسحب المواجهة لنا، إنها تبدأ في الإمطار. عندما تتجمع قطرات الماء في السحابة فهي تصنع قطرات كبيرة. هذه القطرات ثقيلة فتسقط من السحابة كمطر. إن كل هذا المطر يجعل المسار زلقاً جداً. لكي نلحق بالمروحة علينا مساعدة بليز ليقود بعيداً عن الوحل. هيا ابحثوا عن اللون الذي لا توجد عليه أثر وحل. أي لون علينا سلوكه؟ الأحمر. نعم، لا يوجد وحل على الأحمر. لنسلك هذا الطريق. قيادة لطيفة. استعدوا، المزيد من الوحل أمامنا. للابتعاد عن الوحل أي لون يجب أن نسلكه؟ الأخضر. هذا رائع. الآن أي لون يجب أن نسلكه؟ البرتقالي. أوشكنا على الانتهاء. أي لون يجب أن نسلكه الآن؟ الأزرق. عمل جيد ساعدني في المرور من كل هذا الوحل الزلق. هل سمعت هذا يا بليز؟ بالطبع سمعت، إنه يشبه المروحة. هيا، يجب أن نسرع، سوبس يعتمد علينا. سيارة السباق انطلقي. يا متسابقون، انظروا،
اللافتة تقول أننا اجتزنا 99 ميلاً. هذا يعني أنه يتبقى ميل واحد على خط النهاية. لا، لكن كراشر متقدم. أنا سأفوز بهذا السباق. أوه لا، لا أعتقد أن أحداً يمكن أن يهزمه. إنه سريع. مهلاً يا رفاق، ربما ما زالت أمامنا فرصة للحاق بكراشر. ماذا لو استخدمنا السرعة القصوى؟ رائع. لتعطونا السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. بسباقنا الطويل، بسباقنا الطويل، بسباقنا الطويل، بسباقنا الطويل. أنا بيكي تشيكر فلاج، مراسلتكم من سباق المئة ميل. السؤال الكبير هنا في عقل كل شخص، من الذي سيعبر خط النهاية أولاً؟ أوه، انظروا، ها هي سيارة كراشر. سأفعلها، سأفوز. لكن انتظروا، هناك الكثير من السيارات القادمة خلفه، وها هي قادمة بسرعة. أسرعوا جميعاً، ها هو خط النهاية. كدت أن أصل، كدت أن أصل. دعونا نستمع إلى أبطال سباق المئة ميل. هيا! فيندر، داش، رالي، وفي أول مركز بليز. نحتاج إلى مرساة أخرى، شيء ينغرس بعمق أكثر. علينا أن نجدها سريعاً لأننا نتجه مباشرة ناحية الشلال. يا رفاق، ما رأيكم بهذه كمرساة؟ الجاروف. نعم، أراهن أن هذا فعلاً سينغرس في القاع. سأنزل المرساة. أوه، إنه ينغرس بعمق. انظروا إليه، إنه يجعل سرعتنا تنخفض إلى هذا الرقم. ما هو هذا الرقم؟ صفر. انظروا، نحن نتوقف. وانتظروا حتى تروا ماذا بالأسفل، إنه طريق السباق. هيا بنا، اتبعوني. والآن عدنا إلى الطريق. صخرة النسر، ها نحن قادمون. سيارات السباق، انطلقوا. ها هي صخرة النسر، انظروا. آسف لكم يا رفاق، لن يهزم أحد سيارتي القوية. لا، كراشر أوشك على الوصول لخط النهاية. يبدو أنه وقت بعض السرعة القصوى. لتعطونا بعض السرعة قولوا انطلقوا. انطلقوا. ها هو خط النهاية، أنا على وشك الفوز. فعلناها، فزنا بالسباق. استعدوا، على وشك التقاط صورة لي وأنا أفوز بالسباق عند رقم 3. 1 2. والفائزون هم متسابق الطاقة المتجددة. نجحنا يا رفاق، فزنا. هل تصدق يا بيكل؟ فزنا بالفعل.
انظروا، نفد وقود لصة الوقود ثانية. تعرفين يا لصة الوقود، لا تحتاجين الوقود لتسرعي. أجل، يوجد طاقة تحيط بنا لاستخدام الطاقة المتجددة. طاقة ماذا؟ هيا دعيني أريك. لطيف جدا، أحصل على الطاقة من كل مكان. أحبها. أهلا بالجميع، شاهدوا الأشياء المدهشة المسماة بالطاقة المتجددة، كلها طبيعية ومفيدة للأرض. سأخبركم بالمزيد لاحقاً، لأنني الآن سأترك هاتفي لأتمكن من القيادة مع أصدقائي الجدد. ما رأيكم يا رفاق؟ هكذا كلنا متسابق الطاقة المتجددة. هيا يا بليز. لا شيء سيوقفني الآن، ولا حتى بليز. هذا مستحيل. رائع، نجحنا. الآن هيا نأخذ سحر السرعة إلى أصدقائنا. أنا بطيء جداً. إن هذا صوت بليز. سأنطلق بسرعة ثانية. أنا أيضاً. نجح سحر السرعة. الآن يمكننا جميعاً أن نسرع ثانية. أسرع سيارة عملاقة. مولاتي، لا يهم في النهاية من هو الأسرع، أكبر متعة في الحياة هي الانطلاق مع الأصدقاء. أصدقاء؟ مرا مرا، أنت محق أم بليز؟ إنها الملكة. كنت أتساءل، هل أستطيع القيادة معكم؟ بالطبع يا ملكة فاستين. بالتأكيد. لدينا مكان لصديق جديد. حسناً، هذا رائع. هيا يا أصدقاء، هيا ننطلق بسرعة معاً. هيا يا بليز. يبي ما أروع هذا! ها هو! إنه طريق سباق الثور الوثاب! ياه! يبدو أنه بقي هناك شيء واحد لنفعله! ما هو يا ستارلا؟ لننطلق يا رعاة البقر! فلنستعد! تأهبوا! هيا! Whoa!
هذا. طريق سباق الثور الوثابي هذا طريق مجنون جدا. لقد قلتها، إنه أكثر طريق بري في البراري. هذا مستحيل. انظروا يا رفاق، إنهما بليز وسباركل. هذا رائع جدا. لقد جئتما في الوقت المناسب للسباق معنا. لن أستطيع، ما زال ينقصني ملصق للسباقات. انتظري يا سباركل، انظري، تحصلين على الملصق الرابع. واو، نجحت، حصلت على الملصقات. هذا يعني سوف أشارك. هيا يا رفاق. السيارات في أماكنكم، استعداد، هيا. لن أدع بليز وسباركل يتقدمان عني، أريد أن أفوز. احترس. لا أصدق، الطريق محطم. هذا مؤسف، يبدو أن لا أحد سيصل إلى خط النهاية الآن غيري أنا. لا، علينا أن نجد طريقة لنعبر بها. أعرف، ماذا لو انطلقنا بسرعة وقفزنا إليه؟ نعم، علينا استخدام السرعة الخارقة. كي نحصل على السرعة الخارقة، قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. والفائزان هما يا أمي. واو، هذا يبدو مثيراً. تعرف ذلك. وهذا والد بليز. يا رفاق، خمنوا، هناك أمامي بركة جميلة. ياه، هيا يا أبي، لنرى من سيصنع دفقة أكبر. دفقة جيدة. بليز. مهلاً، أنا متحمس جداً لمقابلتكم بالشاحنة الصغيرة. مرحباً، أنا أخت بليز سباركل. يا بليز، أتريد اللعب معي؟ بكل تأكيد يمكننا اللعب. الشعار دورك. أحسنت يا سباركل. سأمسكك. يمكنك إمساكي. الشعار أمسكتك. لنفعلها مجددا. كان هذا ممتعا. مهلا عائلة بليز، سمعتم هذا؟ أجل، إنه مثل صوت سباق. سباق؟ أين؟ أعرف أين نجده. شاهدوا، في أي سباق ترون دائما راية بمربعة الأبيض والأسود كهذه؟ ساعدونا في البحث، عندما ترون راية السباق قولوا راية السباق. راية السباق. راية سباق كثيرة، وهي توصل إلى خط بداية. يبدو أنه سباق كبير. أتمنى أن نشارك في السباق. مهلا، فكرة رائعة يا سباركل، لما لا نشارك بالسباق أيضا؟ حقا؟ طبعا، يمكننا المشاركة معا كعائلة. هذا يبدو لطيفا. هيا بنا إذن. هيا بنا،
لنتسابق الآن. عائلة بليز. ما الأمر يا بليز؟ شيء يسحبني إلى الخلف. إنه المغناطيس العملاق. هذا المغناطيس قوي جدا. حتى يبتعد عنه يحتاج أن يسرع ويدير إطارته بسرعة جدا. نعم، نريد أن تكون سرعة الدوران تصل إلى 100 تقريبا. أعرف كيف أجعل إطاراتي تدور بسرعة. يمكننا استخدام السرعة القصوى لنمنح إطاراتي السرعة القصوى. قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. انظروا، سرعة دوران الإطار الآن 60، 70، 80، 90، 100. هيا انطلق. سوف أفوز، سوف أفوز، أنا سوف أفوز. سأخذ هذا. استرجعت جهاز تحكمي. أجل. فريق بليز يفوز. فريق بليز يفوز في سباق مدينة أكسل الكبير. رائع. لقد نجحنا، فزنا. أحسنت يا فريقي، كان فوزا رائعا. والآن هيا دعونا نحتفل. تحية يا رفيقاي. نعم، رائع. أخبرني يا كراشر، ما هو شعورك عندما اقتربت من الفوز في سباق مدينة أكسل الكبير ثم خسرت في آخر ثانية في السباق؟ فهمت. بيكل، أي تعليق على السباق؟ هذا كان أفضل تعبير. زهور القرش، أنسير فوقها أم تحتها؟ فوقها. انظروا، إنها نهاية النفق. لكن لنخرج يجب علينا تخطي آخر زهور قرش. أنسير فوقها أم تحتها؟ تحتها. وداعا يا زهور القرش. بليز انظر، إنها غواصة كراشر، وها هي قلعة الرمال. إنها خط نهاية سباق أعماق البحار. إذا لم نسرع سيصل كراشر أولا. لا، لن يفعل ذلك. هذا لأننا لدينا سرعة الغواصة القصوى. لتعطونا السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. والفائز بسباق أعماق البحار الكبير هو الغواصة بليز. نجحنا يا بليز وفزنا. تهانينا يا بليز. وإن هذا هو السباق. شكرا يا أصدقاء. وللفوز بالمركز الأول انظر بماذا فزت. ياه، إنها كأس. هذا صحيح، إنها كأس أعماق البحار. واو. هيا بنا نشجع الآن الغواصة بليز. الغواصة بليز. يا رفاق انظروا، ها هي عجلة الأمان. سنحقق أمانينا أخيرا. أو أنا أعلم، هيا نتمنى ما أريد. أكبر كأس في العالم.
أو يجب أن نتمنى ما أريد، المخللات. أو ماذا عن مثلجات ساندي عملاقة؟ أو بعض الألعاب النارية. كل الأفكار رائعة، لكن تذكروا، عجلة الأمان يمكنها تحقيق أمنية واحدة فقط. لكن من الذي يحصل على أمنيته؟ أنا أعتقد أنه بلايز. أنا؟ نعم، لا أحد كان يمكنه الوصول إلى هنا بدونك. جعلتنا نعبر من التماسيح وأقدام الفيل، ولا تنسى الثعبان العملاق. أظن أنه أخرجنا من كل المعوقات هناك. اذهب إليها يا بلايز وحقق أمنيتك. حسناً، انتظروا لحظة، أنا أعلم ماذا سأتمنى. لقد تمنى كأساً به مثلجات وفوقه مخللات وألعاب نارية. نعم، أمنيتي كانت تحقيق أمنية كل منكم. هيا جميعاً، هيا نحفر. هذه أمنية لذيذة. يا كراشر، يجب عليك أن تجرب هذه المخللات. إنه لامع جداً. مرحباً أيها الوسيم. بلايز، لقد حققت الأمنية المثالية. أمنيتي أن أشارك أصدقائي هي أفضل أمنية على الإطلاق. حظاً طيباً يا عزيزي. شكراً غرامي، أراك عند خط النهاية. هاي كراشر، من هذه؟ إنها غرامي، أليست الأفضل؟ أحبك يا غرامي. حسناً يا متسابقون، استعدوا، هيا انطلقوا. غرامي، انظري إلي، أنا أفوز. أراك يا عزيزي، أنت سريع جدا. إذا كانت تراني سريعا الآن، انتظري حتى تري هذا. سأكون أسرع شاحنة عملاقة مع صاروخ التزلج. غرامي، غرامي، انظري كم أنا سريع الآن. توقف أيها الصاروخ، أنت تتجه للمكان الخطأ. كراشر، إلى أين أنت ذاهب؟ خط النهاية من هناك. احترز. لا يمكنني التوقف، أوقفوا صاروخ التزلج. لا، كراشر غادر المبنى. ساعدونا لعبور الجسر في الوقت، عدوا تنازليا من 9 معنا. 9 8 7 6 5 أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. أولى، الشمس أصبحت أسخن والجسر يذوب أسرع. لدينا فقط 7 ثواني قبل أن ينصهر كل شيء. عدوا تنازلياً من 7 معنا. 7 6 5 4 3 2 1. رائع، أحسنتم يا رفاق،
يوجد فقط جسر جليدي واحد. لكن آلة الشمس العملاقة يبدو أنها أصبحت ساخنة جداً. نحن لدينا فقط 5 ثوان لعبور آخر جسر. عدوا لخمسة معنا. 5 4 3 2 1. أعتقد أن آلة الشمس العملاقة كانت ستذيب الجسور الجليدية. تعرفون؟ هكذا. لا. انظروا، ها هو خط النهاية. وفزنا بالديربي القطبي. وتعرفون ماذا يعني؟ حصلنا على الكأس الجليدي. رائع، انا وحش سباقي ديناصور. هيا يا بليز لنجرب تصميمنا. انه وقت القضم. استعد، أمامنا صخرة عملاقة. ووهو، تصميمنا يعمل. استعد، المزيد من الصخور قادمة في الطريق. كم عدد الصخور أمامنا؟ 2. أجل، استعدوا لقدمتين كبيرتين. 1 2. رائع، يبدو أن أمامنا المزيد من الصخور. كم عدد الصخور أمامنا الآن؟ 3. صحيح. 1 2 3. ووهو، واو، يبدو أنه أمامنا الكثير من الصخور. كم عدد الصخور أمامنا؟ 5. 1 2 3 4 5. هاي، فعلناها، قدمنا كل الصخور. عندما ترون التنين الأخير صيحوا تنين. تنين. قضينا عليهم. بليز انظر، كراشر سيصل للنهاية. يجب أن نلحق به، حان وقت سرعة بليز. لمنح سرعة أكثر كي أنطلق بسرعة كبيرة قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. مرحبا يا سير كراشر. ماذا؟ أنت مجددا؟ يبدو أنه حان الوقت لنعرف من أسرع ونحسم الأمر. أراك عند خط النهاية يا سير بليز. هذا يكفي لتعطيله. كرة واحد، احترس يا بليز. ليس هذه المرة يا كراشر. لا. يا. والفائز بالسباق الملكي هو سير بليز.
لقد نجحت يا بليز، فزت في السباق الملكي. إذن دارينتون، هل ستقدم أفضل حركاتك؟ بالطبع يمكنني، كنت أنتظر حياتي كلها من أجل مسابقة الحركات. انظروا، المسابقة بها أكبر مضمار بهلواني على الإطلاق، إنه المضمار الخارق. لم يركب أحد المضمار الخارق من قبل حتى الآن. هذا صحيح، سأكون أول شاحنة سباق في التاريخ تسابق عبر كل تلك المنحنيات والقفزات. إنه وقت العرض، سأذهب. حظاً طيباً يا دارينتون. سيداتي وسادتي، هيا صفقوا معاً الآن لنجم مسابقتنا الأول الوحيد دارينتون. شكراً لكم، شكراً لحضوركم جميعاً. دارينتون دارينتون دارينتون. انظر يا كراشر، أوشك دارينتون على ركوب المضمار الخارق. آه، هذا ليس عادلاً يا بيكل، أنا أردت أن أكون أول من يركب المضمار. أوه نعم، هذا مخجل. انتظر لحظة، بقليل من الغش يمكن أن أكون أول من يركب المضمار. سأصنع ماكينة الركل الوثابة. آه لا، ماذا يفعل هذا؟ ماكينة الركل الوثابة سوف تعطي دارينتون ركلة. تمسكوا بمقاعدكم جيداً، إن الشاحنة دارينتون الآن على وشك ركوب مضمار السباق الخارق. حسناً جميعاً، هيا بنا. هناك شيء غريب قادم من خلفه، إنه يشبه نوعاً من ماكينة الركل الوثابة. ماكينة الركل ماذا؟ لا، لقد تم ركل دارينتون بعيداً. يا كراشر يا كراشر. ها أنت يا كراشر، أخبار جيدة، سباق اليوم هو سباق فرق، يمكننا أن نكون فريقاً معاً، أنت وأنا. لا 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 لا، لقد استعنت بأفضل زميل فريق. هيا ألقي التحية على رودي. رودي، لكنني اعتقدت أنني سأكون معك بالفريق. لا، رودي أفضل زميل فريق، بوجوده معي سأفوز بهذا السباق بالطبع. حسناً حسناً يا كراشر، أصبح لديك زميل بالفريق، لذا لن تحتاج إلي الآن، أنا سأشاهد السباق. أهلاً بيكل، يبدو عليك الحزن. ما الأمر؟ لا شيء، فقط كنت أتمنى أن أكون بفريق كراشر، ولكنه اختار شخصاً آخر لفريقه، لذا لن أكون بأي فريق في هذا السباق. حسناً يا بيكل، ما زلنا نحتاج لشاحنة أخرى في فريقنا، هل تريد التسابق معنا؟ حقاً؟ أنا؟ في فريق معكما؟ نعم بالطبع، أنا معكما الآن. نعم. هيا يا بيكل، أنت معنا في الفريق البرتقالي. يا أنا في فريق مع بليز. كل الشاحنات عند خط البداية، سباق فرق الشاحنات على وشك البدء الآن. هيا يا فريق من هذا الطريق. يا كراشر، انظر إلي الآن، أنا في فريق بليز. بيكل مع بليز؟ هذا صحيح. حسناً، حظاً طيباً الآن، وفريقي سوف يفوز. لا تقلق، سوف نفوز. أعتقد هذا. المتسابقون شغلوا محركاتكم. عند العلامات، استعدوا، هيا. أنا أتسابق، أنا حقاً حقاً أتسابق. يهو. أنا أصبحت شاحنة سفينة فضاء. هيا يا رائد الفضاء، واستعد للإطلاق. سا
سباق الفضاء نحن قادمان. صديقانا من الأرض هنا. سفينة رائعة. هذا جيد. زوزو. شكراً، سعداء أننا هنا. نعم، نحن متحمسان لوجودنا في سباق الفضاء. لا تتحمس جداً، لأننا نعرف من سيفوز في سباق الفضاء. أنا كراشر الفضائي. يا كراشر، ستشارك في سباق الفضاء؟ نعم بالطبع، الفضائي كراشر، أنا أروع متسابق بالكون. هيا جميعا لنذهب إلى خط البداية. متسابق الفضاء، شغلوا محركاتكم الصاروخية. عند العلامات استعدوا. هيا. هل تحبون السباقات الكبيرة؟ ماذا عن سباق حقا كبير جدا؟ أجل. إذن ماذا عن السباق الكبير جدا الذي سوف يعبر من حول الأرض كلها؟ إنه السباق حول الأرض. وهيا نقابل المتسابقين. إنه صاخب لونه أزرق، يحب التنافس، ولهذا يقوم بالغش كثيرا جدا. إنه كراشر. هل تصيح لي؟ ويتسابق ضد كراشر. إنه قوي، لونه أحمر وصعب الهزيمة، ومعه أيضا صديقه على مقعد القيادة. إنه أهلا كراشر، هل أنت متحمس مثلنا للتسابق حول الأرض؟ لا، السباق حول الأرض سهل لمتسابق رائع مثلي. فقط سأنطلق حول الغابة وأتخطى كل الجبال وأعبر خلال إن هذا ليس كل شيء لدينا. أول شاحنة ستجوب حول الأرض ثم تصل إلى خط النهاية ستفوز بأكبر كأس في العالم. واو، هل يمكننا الفوز بها؟ نعم بالطبع يا إيجي، لأننا كفريق لا شيء يصعب علينا. بليز وإيجي حول الأرض. الشاحنتان شغل المحركين. على العلامات استعد. هيا. يبدو أنه سباق ما. مرحبا يا رفاق، وأهلا بكم في أكبر سباق توصيل البيتزا في العالم كله. سباق توصيل البيتزا؟ للفوز سينطلق المتسابقون عبر الغابة لتوصيل البيتزا إلى القرود الجائعة، ثم سينطلقون فوق الثلج لتوصيل البيتزا إلى البطاريق، وأخيراً سيتسابقون إلى خط النهاية وعملية توصيل أخيرة بيتزا لأكبر الأفيال جوعاً في العالم. هذا سباق خطرت لي فكرة يا إيجي، لما لا نشارك في السباق معهم؟ نحن؟ في سباق البيتزا الكبير؟ هيا بنا. هيا بنا لنحمل فطائر البيتزا ونذهب إلى خط البداية. هذا رائع، المتسابقون سرعتهم هائلة. سرعة؟ لا أحد
أحد من المتسابقين يمكنه توصيل البيتزا أسرع مني. واو، سمعتم هذا هنا يا رفاق؟ كراشر الواثق متأكد أنه سيوصل البيتزا أسرع من الجميع، حتى بليز. بليز؟ أهلا كراشر، بالتوفيق في سباق البيتزا. استعدوا، العد التنازلي لبدء سباق البيتزا بعد 8 ثواني. عدوا تنازليا معي من 8 7 6 5 4 3 2 1. هيا بليز. متحمسان لسباق الشاحنات الكبير؟ إننا متحمسان. علينا فقط أن نعرف من هو شريكنا. هيا نرى، لدينا رايات حمراء. هيا نبحث عن شخص لديه نفس الرايات الحمراء. ترى أين الرايات الحمراء؟ إنها هناك. نعم، وهي تنتمي إلى كراشر. إن الحلم قد أصبح حقيقة. بدلاً من التسابق وأنتما متنافسان، بليز وكراشر سيتسابقان مع بعضهما البعض في نفس الفريق. سعيد بمشاركتك الفريق يا كراشر. أو نعم، أقصد لا أحد يعرف كيفية الفوز مثلي. أقصد انظر إلى تلك الحيل التي أحضرتها، زيت زلق لكي يقع المتنافسون، ولاصق قوي لكي يلتصقوا بالطريق، وهذا شيء. حسناً، أنا لا أتذكر حقاً ما الذي يفعله، لكن مؤكد هو سيء. مهلاً كراشر، لا يمكننا أن نستخدمها. لما لا؟ لأن هذا يعد غشاً. نعم، أنا كراشر، الغش هو ما أفعله. لكن لا يمكننا أن نغش لكي نفوز بالسباق، يجب علينا أن نجرب الفوز بكل شرف. حسناً، على الفوز. هيا يا شريكي، فلنذهب إلى خط البداية. سباق بدون غش؟ لا، هذا لن يفلح. انظر لهذا بليز، نحن الآن بمدينة أكسل. وانظروا، ها هي القبة العملاقة التي يقام بها السباقات الكبيرة. هيا لنتفقدها الآن. السباق. أتمنى أن أتسابق على مضمار كهذا، أود أن أكون سيارة سباق أكثر من أي شيء على الإطلاق. في يوم ما يا بليز، إن هذا أكيد. مرحبا مشجعي السباق، افحصوا الإطارات واربطوا الأحزمة، سيكون هذا أكبر سباق هنا. سيكون على المتسابقين للفوز أن يقفزوا أعلى قفزات وينعطفوا بأكبر المنعطفات ويدوروا بأكبر الحلقات. إنها أكبر بطولة في العالم للشاحنات العملاقة. أكبر بطولة للشاحنات العملاقة؟ علينا أن نشاهدها. سيكون هذا أكبر سباق في كل... أوبس، آسف، آسف على ذلك. لا عليك، كان حديثاً. اسمي جابي. أهلاً جابي، أنا بليز، وهذا هو إي جي. أهلاً، ما الذي تفعلينه هنا؟ أصلح شمعة الإشعال لإحدى الشاحنات العملاقة بالسباق. تقصدين أنك تعرفين المتسابقين؟ بالطبع، أنا ميكانيكية، عملي إصلاح الشاحنات العملاقة. هذا رائع جداً. مهلاً، هل تريدان مقابلة بعض المتسابقين؟
سيكون هذا رائعا. حسنا إذن اتبعني. أجل، أنا أصبحت شاحنة مقص عملاقة. هذا رائع. هيا يا إيجي، لدينا بعض التقطيع لنفعله. حذر يا بليز، هذا السنجاب يلقي علينا بصلا عملاقا. لنعد كم عدد البصل الذي نحتاج لتقطيعه. عدوا معي، 1، 2، 3، 4. تفعيل مقص التقطيع لأربع تقطيعات. 1، 2، 3، 4. أجل، أحسننا في تقطيع البصل. لا، ها هو السنجاب مجددا. وتلك المرة يحاول أن يوقفنا بالبطاطس العملاقة. عدوا البطاطس معي، 1، 2، 3، 4، 5. 5 تقطيعات في الطريق. 1، 2، 3، 4، 5. أجل، هذا رائع. ياه، السنجاب لديه أكبر خضرواته الآن. جزر عملاق. عدوا الجزر معي، 1، 2، 3، 4، 5، 6. حان وقت مقص التقطيع. 1، 2، 3، 4، 5. 6. وداعاً أيها السنجاب. أها، يمكننا استعمال الترامبولين للقفز فوق فخ الرمال. رفاق، انظروا أمامنا هناك، إنها نهاية الصحراء، لقد اقتربنا. ياهو. لا شيء سيوقف زيج الآن. حسنا، هذا أوقف زيج. أوه، هرم ضخم. هذا أكبر فخ رمال واجهنا. كيف سنعبر من هذا؟ أنا أراهن أن سفينكس لديها شيء لنا. قد قلت أراهن أن سفينكس لديها شيء لنا. سفينكس؟ مرحبا. لا تقلقوا يا وحوش السباق، سأساعدكم لتطيروا فوق الهرم بهذه. سلة، حقيبة قماش، وشعلة هواء ساخن. ما الذي يمكننا بناؤه بها؟ حسناً، لنرى. يمكنني وضع الشعلة هنا، وبعدها أوصل حقيبة القماش بالسلة. انظروا، الهواء الساخن من الشعلة يصعد داخل القماشة ويجعلها تطفو. ماذا صنعنا؟ منطاد هواء. نعم، بسرعة جميعا، هيا اركبوا. نعم، الهواء الساخن للأعلى يجعل المنطاد يطير. وداعا إلى اللقاء، شكرا على المساعدة. وداعا. أصبحت شاحنة أشعة إكس عملاقة. رائع. بليز، إيجي، بالأعلى. أسمع سترايبس. لابد أنه في إحدى هذه الفخاخ، لنستعمل أشعة إكس للبحث. تشغيل فوتونات أشعة إكس. انظروا في فخاخ المكانس، عندما ترون سترايبس قولوا سترايبس. سترايبس.
سترايبس. تماسك يا سترايبس. رائع. شكرا يا بليز. يا رفاق انا هنا. انها ستارلا. تمسكي يا ستارلا، سوف نجدك. تشغيل فوتوناتي اكس راي. عندما ترون ستارلا قولوا ستارلا. ستارلا، تمسكي يا ستارلا. رائع. شكرا لكم. علينا الآن أن نجد زيج. زيج، إنه في إحدى هذه الفخاخ. تشغيل فوتوناتي اكس راي. عندما ترون زيج قولوا زيج. 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 احسنت يا بليز، انقذتنا جميعا من فخاخ المكنسة. وانظروا، ها هو كأس البطولة، والماسكة الطائرة تفقد طاقتها الآن. الكأس الآن على قمة هذه البناية. لكن كراشر كاد أن يصل. أخيراً أصبح لي. نعم لي. يجب علينا أن نسرع إذا أردنا إمساك الكأس قبل أن يصل كراشر. وقت استخدام السرعة القصوى. لتعطوني السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. أوشكت على الإمساك بلا. هذا الرائع. أنا أصبحت شاحنة صنع مثلجات. يا بليز، أنت تصنع المثلجات. هيا جربها الآن. إنها لذيذة. هذا رائع. أحب المثلجات. هيا يا صديقي، فلنتحرك الآن. نعم، إذن لنذهب إلى بيتك قبل أن يبدأ الحفل. أوه صحيح، لا يمكننا أن نتأخر. من هنا يا رفيقي إلى حفل المثلجات. مثلجات، سنصنع مثلجات، نصنعها من كل شيء لذيذ. نضعها في كوب أو مخاريط، ضع مكوناتك في داخل وعاء، ثم قم بخلطها حتى تبرد الآن. مثلجات، سنصنع مثلجات، إنها شيء طعمه لذيذ. مثلجات، سنصنع مثلجات، أفضل حلوى مثلجات. حسناً، انتهى الغداء. إذن ماذا أتناول للتحلية؟ مثلجات، مثلجاتك هنا. مثلجات. هيا هيا. مرحبا بك. أهلا في متجر بيكل للمثلجات، مكان أفضل مثلجات مصنوعة من أروع. حسنا يا بيكل، أخبرني أي الأطعمة لدي. حسنا، ربما تستمتع بوعاء من مثلجات ألوان الشمع. حسناً، ربما تفضل الوعاء اللذيذ من مثلجات فرشاة الأسنان. بيكل، أنا لا أريد أياً من هذه الأطعمة. يبدو جيداً. إنه حقاً أكثر من جيد. إنه رائع. إنه وعاء كبير من مثلجات الضفدع. مثلجات الضفدع؟ حسناً، مثلجات أكثر لنا.